دي كنت جايباها من فيرست كراي. عبارة عن ايه؟ عبارة عن ستامب بتيجي كده بالشكل ده، وبيجي معاها اللي هي الحاجات دي، تشوفوا كلها حروف وارقام واشكال. فكرتها ان انتي فاقول لكم الكلمة اللي انتوا عايزين تكتبوها، مثلا الاسم كيان شام جملة اي حاجة، بتطلعوا الحروف من هنا وبتحطوها هنا، تمام؟ وبعد كده بتضغطوا كده خلاص، بيطبع الاسم او بيطبع الحاجه اللي انتوا عايزينها. بتحطوا بقى الاسم على اي حاجه تخص مثلا الاولاد، سواء دفتر، كتاب، كاب، هدوم، اي حاجه عايزين يبقى عليها الاسم بتاعهم. بيجي بقى معاها دي اللي هي فيها الحروف، وبتطلعوها باللي هو اللي زي الملقط ده وبتركبوها هنا. لو الحاجه عادي ان انتوا تطبعوا عليها الاسم على طول، تمام، مفيش مشكلة. لو مثلا هدوم او شنطة مدرسة او حاجة محتاجين يبقى عليها حتة قماشة كده صغيرة، فبيجي معاها ده، بتقصي منها قد الحتة اللي انت عايزاها وبتحطيها وبتكويها، وبعد كده بتطبعي عليها على طول، فبتفضل لازقة ما بتطلعش. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.